يتعلق بالمخطط الوطني الثاني لشبكة طرق السيارة وكذا الطرق السريعة للسيدة والسادة النواب المحترم الفريق الحركي. تفضل السيد النائب المحترم. شكرا السيدة الرئيسة، السادة الوزراء المحترمين، الأخوات الإخوة النواب. سيد وزير، نسائلكم عن البرنامج الوطني لطرق السيارة. هنالك مستجدات حاليا على الساحة الوطنية هو التقطيع الجهوي الجديد. ألا تفكرون يعني ربط عواصم الجهات بطرق السيارة؟ حاليا يعني 12 جهة، 8 يعني وصلها طرق السيارة، 4 الجهات يعني ما مربوطاش بطرق السيارة. أخص بالذكر جهة درعا تافيلالت وعاصمتها الرشيدية، يعني طريق السيار كنتمناو إن شاء الله يمر من الأقاليم ديال إفران وميدالت وصولا إلى الرشيدية، وكذلك الجهات الثلاثة ديال الصحراء من قليمين إلى واد الدهب. الشق الثاني من السؤال ديالنا وهو تمويل هذه المشاريع ديال طرق السيارة، يمكن التفكير يعني في دعم صندوق ديال التضامن بين الجهات اللي هو محدث حاليا يعني بالقوانين الحالية. المسألة الثانية، نسائلكم عن إتمام يعني بعض محاور ديال طرق السيارة وخاصة محور بني ملال برشيد والمدار الحضري بالرباط وطريق السيار الأسفي. هل هنالك من أجل منظور لإتمام هذه المشاريع ديال طرق السيارة كلها؟ وشكرا. شكرا، تفضلوا الكلمة لكم سيد الوزير. فيما أشكر السيد النائب المحترم فيما يتم يتعلق بإتمام المخطط الأول يعني والعقد البرنامج الذي يربط شركة طرق السيارة مع الدولة، أعتقد أننا إن شاء الله سننتهي منه في أجله مع بعض التأخر، وهذا شيء عادي وطبيعي يعني مرتبط ببعض الإكراهات، ولكن غنكونوا سالينا 1800 كيلومتر التي تم برمجتها في السابق واستمرت فيها الحكومة الحالية. نحن الآن في آخر الترتيبات لإنهاء أعداد المخطط الوطني الطرقي ل 2035، كيجمع ما بين الصيانة، الطرق السريعة، الطرق السيارة، وحددنا واحد العدد ديال المحاور طبعا الحال حنا نعده العشر سنوات المقبلة غنحدوا فيها الأولويات. أنتم تعلمون بأن الأولويات ليست بالضرورة فقط أولويات يعني يتداخل فيها ما هو اقتصادي واجتماعي، ما هو تأهيل ترابي، ما هو أيضا سياسي. هذه الأولويات سيقع فيها التشاور، وأتمنى أن تنال كل جهة إذا استطعنا كل جهة نصيبها من هذا المخطط المقبل من الآن إلى 2050. شكرا. تعقيب للسيد النائب فيما بقى من ثواني، تفضلوا. شكرا السيد الوزير، نريد منكم التزام لربط عواصم هذه الجهات بطرق السيارة، وخاصة أن هنالك معطيات جديدة، هنالك ما يسمى بالاقتصاد اللامادي حاليا، ولم تعد يعني الاعتبارات يعني الكلاسيكية هي المعمول بها 100%. لا بد يعني من التفكير في المغرب العميق وفيما وراء الأطلس، وهذوك مواطنين مغاربة ويستحقون يعني كامل العناية كسائر المغاربة. شكرا. شكرا سيد النائب، تفضلوا السيد الوزير فيما تبقى. العفو، هل هناك من تعقيب إضافي؟ تفضلوا. شكرا السيدة الرئيسة. السيد الوزير، الساكنة ما زالت تتساءل عن تأخر بعض الأشغال ببعض الأشطر في الطريق السريع ديال تازل حسيمة، وتشكركم بالمناسبة بالزيارة اللي قمتوا بها وتعطيونا النتائج في هذا الأمر هذا، لا بالنسبة للطريق أو حتى المنشآت الفنية، بعض المنشآت الفنية وكذلك الإشكالات المطروحة على مستوى بعض المراكز اللي كيمر منها الطريق السريع تازل حسيمة، والتحدي ديال إنهاء الإنجاز ديال هذا الطريق السريع في الأجل المحددة. وشكرا سيد الوزير. شكرا، تفضلوا سيد الوزير. طرق السيارة، نحن أمام ممثلي الأمة يعلمون أن هناك مشاريع عندها بعد استراتيجي، أقول بعد استراتيجي، والوزارة مع الوزارات المعنية نعد البرنامج، نعد المخطط، تحديد الأولويات تعرفون عنده منطق في تحديد الأولويات في المخططات الاستراتيجية. راه خايب غير وزير جهيز لأنه يقول لكم غدا غنديرها، ماشي هكا كدار، كيدار المخطط فكاين واحد التصور منطق استراتيجي كتعرفوا بانه، وهذا المنطق الاستراتيجي عنده مؤسسات اللي كتشرف عليه، وان شاء الله نتمنى انه نتقدموا من 1800، حنا ان شاء الله نزيدوا في العشر سنوات المقبله ثم العشر سنوات من قبل باش نوصلوا ان شاء الله 3000 كيلومتر. اذا مع العلم ان حجم المديونيه ديال شركه طريق السيار مازال نعطيها هذا الرقم باش نعرفوا التحدي اللي علينا، 38 مليار ديال الدرهم.
38 مليار ديال الدرهم. فيما يتعلق بالطريق السريع تازل حزيمة، الزيارة الأخيرة اللي كانت عطتنا تصور أننا إن شاء الله غادي نحترموا الأجال مع بعض تأخر، السبب هو أنه بعض الاعتمادات المالية يلاه جات، كنحرص ما أمكن نكون إيجابي لأن كاين أطراف متدخلة. السبب الثاني أنه شكراً. موضوع نزع الملكية في بعض الأمور تأخرت، ولكن غادي نحترموا الأجال مع بعض.